فهناك المولد وهناك ذكرى والابتهاج بالمولد. الحقيقة المولد مولدان، المولد الجسدي وهو مولد محمد ابن عبد الله، فرح بها وابتهج عند هذه الولادة عائلته وأعمامه إلى آخره. وولادة إنسان لا تفرض على الناس ولا تفرض هذه الولادة أن يكون لها ذكرى الأبد وذكرى الخلود، وأعظم الذكرى التي أثرت وحولت ما مجرى الأمة العربية، حولت مجرى الأمم والشعوب، وحولت مجرى العقول والأفكار والحضارات والتحرر والعلم والتقدم وحقوق الإنسان. فالمولد الجسدي لما كان مرآة لإنعكاس النبوة في صفحة مرآة جسده، لولا الجسد لا تظهر الروح، إذا الجسد اختفى تظهر عاد الروح. فالجسد مرآة والروح وما تحمل الروح من عقل وعلم ونور ونبوة وأخلاق وحكمة ودعوة ونضال، كلها مرآة تظهر في الجسد. فالناس في عصرنا الحاضر يبتهجون ويعيدون ذكرى مولد جسد النبي، وشلون حملته أمه، شلون ولدته أمه، مدري إيش، والنتيجة المولد وذكرى المولد بفرق، كل واحد بيطلع له 7-8 ملبسات تفرح الأطفال والصبية الصغار. والكبار بيسمعوا موسيقى ومغنى وأناشيد، وفي مين يفهم معنى القصائد وفي مين لا يفهم، لكن بسمع صوت وعم صوته، وقد يكون سابح في بحر من الهموم ومشاكل الحياة قد لا يسمع النغم أيضاً.